السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم عند قناه شهيوات عيشه. اليوم راني غادي نشارك معكم واحد الطاجين راه كيجي زوين بزاف. شحال من وحده كتقول لي الطاجين ديالي راه كيتحرق لي وكيحرق اللحم ويحرق الخضره، ودرك راني غادي نعطيكم واحد السر باش الطاجين ديالكم ما يتحرقش ان شاء الله. وغادي ديروا اللحم في الكوكوت واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. من ديروا الخضره وديروا اللحم ديروا النار مهيله، هذا هو السر اللي يخلي لكم الطاجين ديالكم ما يتحرقش. تابعوا معايا التحضير في نفس الوقت المقادير. غادي نحتاجوا 3 المعالق ديال الزيت، المائده، 2 كيلو ديال اللحم ديال البقري. درك غادي ندير نص معلقه صغيره ديال الملح، نديرو فوق النار ونزيد باقي المكونات. غادي نحتاجوا 3 الحبات ديال البصل وحبه ديال الطوماط وجوج فصوص ديال الثوم. غادي نقطع البصل بحال هكا، نديرو الثوم، جوج فصوص ديال الثوم، نحتاجو حبة ديال الطوماط نقطعوها حتى هي قطع صغار، صفرني درت الثوم في الكوكوط راني نقليه مزيان حتى يولي مقلي مزيان هكا حتى يبان يسمر. وغادي نزيد عليه هاديك الحبات ديال البصل، نقليه مزيان مع البصل، نزيد هذيك الحبة ديال الطوماط، غادي نحتاجو التوابل، نص معلقة صغيرة ديال حب الكحلة، البزار الأحمر معلقة صغيرة، الخرقوم معلقة تقريبا معلقة كبيرة، سكنجبير حتى هي تقريبا معلقة كبيرة. دركو غادي نخلط مزيان، غادي ندير نص ديال الزعفران، غادي نقلي مزيان باش هاد العناصر تدخلو كامل في اللحم. غادي نطيب الماء، ندير زلافة كبيرة ديال الماء، غادي نبلع هكا ونخليه يطيب واحد 20 دقيقة ونحتاجو اللفت، البطاطا حتى هي، غادي نقطعو. واللحم راني خليتو يطيب واحد 20 دقيقة عاد نقلعو ونديرو في الطاجين. البطاطا ما غاديش نديرها في الكوكوط، غادي نديرها غادي نحتاجو 2 معالق ديال زيت الزيتون، شويه نتاع الملح، غادي نقطع البصل والبطاطا والماء، غادي نحتاج واحد الحبه ديال البصل نقطعها هكا. غادي نديرها في الاول ديال الطاجين كما قلت لكم باش ما يتحرق ليناش. صافي غادي نقطع البطاطا، نقطع اللفت، صافي هكا. درك غادي نجيب الطاجين اللي غادي نحط فيه هذاك اللحم، وهو اللحم راه طاب ودخلو طياب. لو كان ديرو هنايا بلا ما طيب راه ما غاديش يبقى يطيب لك مزيان، غادي تحرق لك الطاجين بلا ما يطيب. ودرك راه طاب دخلو طياب، وغادي نزيد عليه الخضر، هكا راه الطاجين ديالكم ما تحرق لكم ما والو، من طيبو شويه اللحم
غادي تزيدوا عليه شويه نتاع البويون اللي طاب فيه اللحم، وغادي نستثني الخضره وهكا غادي نزيد عليها شويه البويون اللي طاب فيها اللحم. راه كتجي زوينه زوينه وبنينه اكثر. الطاجين ديالكم راه ما يتحرق لكم ما والو، كي كطيبوا اللحم في الاول صافي. دابا غادي نديرو فوق النار ونخليه يطيب، وغادي نقطع شويه نتاع الصبر نخلطهم بواحد جوج معالق ديال الماء، نحتاجو التنور. واحد جوج معالق ديال مطيشه مصبره غادي نخلطها هكا هاد العناصر كاملين، نزيد شويه نتاع زيت زيتون صافي. درك راني نجيب الطاجين راه تخلو طياب عطاب مزيان، واحد الريحات راه كتعطي منو زوينه. درك صافي راني درت عليه هذاك البويون تاع مطيشه مصبره مع الصبر، درك غادي نردو يطيب واحد 15 دقيقه والنار تكون مهيله صافي. درك راني ساليت الفيديو ديالي، الا كان عجب ليكم بارطاجيو وديروا لايك باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المشاهدين، بارك الله فيكم، السلام عليكم والى الفيديو المقبل ان شاء الله.